حوت ضمت يعني أي من الجمل الأتية حوت اسم مفعول. طبعا تعال نقراها جملة جملة الأفضل يعني. لا يحب الله المسرفين، دي ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، قامت بأداء الفعل يبقى دي اسم فاعل، وهو عايز اسم مفعول يبقى ألف غلط. مجلس العلماء بعد العشاء، طب ما هنا مستر مجلس، ما مجلس دي سعادتك اسم مكان واسم زمان، طب انا هعرفها دي مكان ولا زمان؟ هتحددها لك كلمة العشاء، يبقى هنا زمان لان مجلس هنا جاءت مع كلمة العشاء، يبقى دي غلط لانها اسم زمان. كلما زادت المعرفة اتسعت منطقة المجهول على وزن مفعول، اهو وزن مفعول، يبقى اسم المفعول المجهول في الإجابة رقم جيم. تعال نشوف دال. المكتبة ملتقى الطلاب أو المعرفة، قال المكتبة اسم مكان وملتقى اسم مكان، ليه؟ لأنها دلت على مكان، يبقى الإجابة رقم دال غلط. لكن الإجابة رقم جيم المجهول على وزن المفعول وفعلها جهلة. طيب السؤال